بشكل عام بدك تفتحي وتشوفي برنامج الصبح، شو بيهمك أكتر شيء يكون موجود فيه كبرنامج؟ يعني شو يقدم؟ الصحة، التغذية اللي بتخص أكتر العالم، وثقافية بشكل عام، يعني معلومات ثقافية عامة عن كل شيء. ياخذوا آراء الشباب، شو اللي بحتاجوه، شو اللي دارج بين العالم. افتح التلفزيون أبداً. والله ما بعرف، بس يعني أحياناً بتفرج بيكونوا قاعدين بالشمس أو شيء أو هيك، إنه بتحسي كتير على كتر ما في إضاءة، ما عاد يعني بتحسي للضيف قاعد ومشوب، عرفتي كيف؟ بس بشكل عام شو رأيك بالمحتوى اللي بيقدموه البرامج الصباحية بالمذيعات نفسهم؟ المذيعات غير شكل، والمحتوى كتير يعني حلو لطيف منوع. يعني لا، حلو كتير، ظريف. هو الحلو فيه موضوع يعني الثقافة العامة، المواضيع اللي عم تنطرح، هذا حلو كتير. واحد بقوله على صباح فنجان قهوة الصبح، يعني ثقافة عامة حلوة وشغلات خفيفة، مواضيع ما كتير معقدة. يعني بس لابد من انه شوي يعني انه تزيدوا يعني هيك شغلات عن الاسره اكثر شيء، وخاصه انه بعد هالشيء اللي صار بسوريا وهالازمه اللي صارت، يعني بتحس انه هلا الاولاد او يعني صار عندهم ازمه من هذا الشيء. نحن جايين على مدارس، بهمني انه نتحكوا كثير عن طريقه التعليم. هلا بتعرفي مناهج مختلفه والدوام زاد، فبدنا مشان يعني هالطلاب بتعرفي هلا. يمكن فقرة تخص مشاكل الطلاب. برنامج صباحي كان في مذيعات صباحي حلوين، بس هذا اللي بتذكره أكتر شيء. بس آسف والله ما كتير بتعبي. أحيانا بيكون في مبالغة بأشكال المذيعات، يعني عفوا باللبس بيكون كتير أوفر، مكياج صباحي ما يكون كتير زيادة. هلأ المذيعات حلوين، كلهم حلوين كتير حلو، يعني كتير. حتى المذيعات يعني لبسهم كتير أنيق يعني للبرنامج، بما أنه هو بينعرض بوقت الصبح، يعني ما بتحسي أنه كتير مبالغ فيه. البرنامج حلو لأنه في فقرات كتير متنوعة وغنية، يعني بيستحق إنه الواحد يشوفه ويتابعه. والمذيعات لطيفات كتير وظريفين، بس يخففوا شوي ميك اب. لازم يكون في كمان فقرات متنوعة عن وضع الشعب ووقت الشباب، يعني ما في كتير فقرات بهذا النوع يعني. وكمان موضوع المكياج كتير بيكون قوي أحيانا، يعني ما بتحسي إنه هذا مكياج ملائم لبرنامج صباحي أو شيء. كل المستوى العام فوق جيد جدا، يعني جيد جدا وما فوق. يعني حتى البنات اللي عم بيطلعوا او المذيعين عموما، يعني ثقافتهم جيده مقبوله، عم بيعرفوا يناقشوا، بيعرفوا يطرحوا المواضيع. الصبايا كتير ظراف حلوين، هي اهم شيء، كلهم حلوين. هلا هادف مو دائما، يعني حسب انه في فقرات حلوه وفي لا. شو رايك انت بشكل عام؟ بالعكس صايرين كتير شباب لك، والبرامج كلها عم تكون شبابيه، اللي في شبابي وفي للكبار وفي ما بعرف، كتير صاير الجو حلو يعني على التلفزيون. مستنين احنا يوم الاحد، قلت في برامج جديده في كذا، ان شاء الله بيكون الاحسن ان شاء الله.